راشي انا ياما في عائلات كانوا يتمنوا ياخدوني جزء من توم. احترمي نفسك. انا خدتك شفقه ورحمه. حاجه غريبه قوي. استنى الراجل ده عايز ياخد نص النادي بتاعي، دخل هنا ازاي؟ تقريبا نط من فوق السور، انا عارف الاشكال دي كويس. السور ايه اللي انا هخش من عليه؟ انا اخش النادي بتاعي في اي وقت انا عاوزه. يا جماعه استهدوا بالله يا جماعه، الممبرز بره شايفيننا وسامعيننا. ما هو اللي بيعمل مشاكل يا مستر وسيم وعايز يتضرب على دماغه. اقول لك ايه؟ اي حاجه مكتوب عليها اسمي تبقى تخصني، وما تهوبيش نهائي ناحيه ممتلكاتي. ولعلمك بقى البوابه اللي انا دخلت منها هي بوابه واحد اهي، ومكتوب عليها اسمي بوابه بسيوني. لوجيك. حقه حقه. طيب الحمام ده بتاعي ايه رايك بقى؟ لوجيك حقها مستر وسيم. بس لعلمك بقى الكافيتيريا اللي جنبه بتاعتي. لا معلش ان لوجيك يا مستر بسيوني، يعني لو في حد في الكافيتيريا عندك وشرب كتير ما يخشش الحمام عندها؟ لا ده عندها ان شاء الله يعملها على روحه. طب ايه رايك بقى التراك ده كله بتاعي لغايه هنا؟ ان لوجيك يا شوشو، يعني واحد بيجري في التراك بتاعك عطش ما ينفعش يخش الكافيتيريا عنده يشرب بق ميه؟ لا يموت من العطش، ومن هنا ورايح لا يتمرن عنده باسكت ما يتمرنش تاني عند ماما زومبا. طب لعلمك بقى اللي هيدخل عند ماما زومبا المكتبة ما يجيش عند بابا زومبا وينزل البسين. ويلا ورونا عرض كتافكم. ثواني يا مستر بسيوني، ثواني ثواني يا جماعة. مستر بسيوني عنده حق، احنا واقفين عنده. يلا بينا. يلا. والله استنوا كده تبقوا انتوا واقفين عندي، دي حدودي. ماشي يا بسيوني. اها اها. وريني بقى يا حلو هتخرج من باب المكتب ازاي. ايه ساعدوني يا حبيبي. لا معلش اقفل دلوقتي بس عشان انا في ميتنج. تهاني اقفلي. اكلمك باي باي. ايه الاخبار يا عصفوره؟ تمام يا مستر مازو. الحضور اتاخد النهارده في المدرسه وظهر في كشوفات غياب 62 طالب. وراحوا فين ال 62 طالب؟ 61 منهم هنا في المازولاند. والطالب الاخير؟ لا بصراحه ده عنده برد فعلا. هايل، هي دي الروح اللي انا عايزها في المكان. انا مش عايز اشوف طالب في فصله. شوفوا هنا التعليم في البلد دي. انا بفكر اعمل عرض لمده اسبوع، اي حد هيجي من بره ويلعبني ويكسبني هياخد هديه من مكان وهو ماشي. لا هياخد المكان كله وهو مروح. برافو يا مازو، ده خراب بيوت. ما افرض اي حد كسبك عادي، يعني نقفل ونروح بقى ولا ايه؟ هو من امتى يا تهاني في حد بيكسب مازو؟ صح. كمان انا عايز اشتغل اكتر على الروح الانهزاميه عند اللعيبه، يعني هعمل عرض تاني لمده اسبوع برضو. اي حد هيلعب ويخسر هنديله كوين هديه على حساب المكان يلعب بيه تاني. ما لقيش عندك شغل ليه يا حاج كريم؟ ملاقيش الشغل عندك للي زي يا على اللحظة يا على المشاعر. النهاردة بص يا جماعة أقدر أقول لكم إني خلفت ولد وسميته كريم. انا عايز كريم يعرف كل حاجه في الشغلانه. تعالى يا استاذ كريم. لا لا يا عصفوره لا، انا مش عايز حد يعامله على انه ابني. انا عايزه يتمرمط ويتبهدل ويعرف كل مسمار في المازولاند زي ما كلنا اتمرمطنا في بدايتنا لحد ما بقينا لعيبه.